السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيكون فيديو مميز جدا، لأنه هنعلن فيه عن المقبولين في فرصة التطوع لفيتنام. ولو أنت مش عارف لسه عن الفرصة أو لسه مشترك جديد في القناة، هتلاقوا هيظهر لكم في أعلى الشاشة رابط الفيديو الخاص بفرصة التطوع والتفاصيل الكاملة عنها. وأحب أشرح كده سريعا عن الفرصة. الفرصة دي كانت فرصة تدريس وفرصة تطوع في هوستل أو تي شوب. فرصة مميزة جدا، ممولة بشكل شبه كامل، كانت بتتكفل ب $100 كل شهر، السكن مجانا، الطعام مجانا، كانت بتتكفل بمصاريف التأشيرة، كانت بتتكفل برحلات إلى مدن خارجية في فيتنام، كانت بتتكفل برحلة ممولة بالكامل في تايوان. يعني كانت فرصة ممتازة جدا. وفرصة التطوع في فيتنام كانت هي أول فرصة تعرض حصريا عن طريق قناتنا، وإن شاء الله مش هتكون آخر فرصة. طبعا عملية التقديم كانت بسيطة جدا، وهو كان عن طريق ميل أبليكيشن بيحتوي على مجموعة من البيانات أنت بتقوم بملئها، وعمل فيديو وصورة ووضع صورة خاصة بك. والتقديم قفل يوم 2 ديسمبر 2019. ومراجعة طلبات المتقدمين كانت شوية صعبة علينا، خدنا أسبوعين فيها، لأن عدد المتقدمين كان حوالي 375 متقدم من مختلف الجنسيات، من قارة آسيا ومن دول الشرق الأوسط ومن قارة أفريقيا. يعني كان متقدمين كتير جدا وكانوا بيمتلكوا مهارات كتيرة جدا، فكان من الصعب يعني اللي احنا نرجعها بشكل سريع، لذلك خدنا وقت فيها، والحمد لله قدرنا اللي احنا نجمع الناس المناسبة للفرصة دي. دلوقتي خلينا نشوف مين هم المقبولين حصريا عن طريق قناتنا في فرصة التطوع لفيتنام. زي ما شفتم دي كانت الناس المقبولة في فرصة التطوع في فيتنام. طبعا كانت اغلب الناس اللي مقدمة من مصر والجزائر والمغرب، عشان كده عملية القبول كانت دقيقة جدا. احب كمان اوضح حاجة، ان في مفاجأة حلوة جدا للناس اللي اتقبلت. بس قبل ما نتكلم عن المفاجأة دي، احب اوضح ان مسؤول البرنامج الخاص بتيبريوفر بروجكت هيتكلم ويوجه رسالة للناس اللي اتقبلت، رسالة ترحيب ليهم وانه منتظرهم قريبا في فيتنام. Hello everyone, my name is JP and I'm the lead creator of TProffer, or Traveling and Volunteering. So I wanted to welcome everyone who passed the initial interview, and thank you so much for submitting your application and for willingness to join us in this project. So Travel and Volunteering, or TProffer, is all about helping community, building a community of humanity and kindness and love. So when you guys joined us, I really hope that you give your 100% heart in everything you do, and we will be here to do the best thing that we can to help you have this amazing adventure and volunteering moment of yours. And I'm hoping to welcome you very soon to this project, and I'm excited to see you all. So once again, congratulations and welcome to TProffer project. ودي كانت كلمة مسؤول التطوع في فيتنام، وهو إن شاء الله اللي هيعمل معكم الانترفيو، واللي هيكون مسؤول عن ترتيب أمور السفر ليكم ويستقبلكم في المطار، وأمور تأشيرة الوصول إلى فيتنام، وكل الأمور دي هو اللي هيرتبها معكم بإذن الله. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن المفاجأة اللي احنا كنا قلنا عليها للمقبولين. طبعا احنا كنا قلنا البرنامج ده بيشمل فوائد كتير، ومن ضمنها بيشمل $100 كبوكت ماني او مكافأة شهرية تاخدها كل شهر. المفاجأة بقى هي ان $100 دي اصبحت $200، يعني انت كل شهر هتاخد $200 مكافأة شهرية، بالاضافة انك هتاخد سكن مجانا، طعام مجانا، كورس توفل 120 ساعة مجانا،
كمان رحلات الى الخارج في فيتنام مجانا، هتاخد رحله مموله بالكامل لزياره تايوان بالمجان. يعني مميزات وفوائد عديده جدا من خلال فرصه التطوع المقدمه حصريا عن طريق قناتنا في فيتنام. طبعا احب اشكر كل المتقدمين لهذه الفرصه، واحب اوضح ان عدم قبولك في الفرصه دي ما يدلش ان مهاراتك سيئه او اي شيء، لا، وانما الفرصه ممكن ما تكونش متناسبه معاك، وان شاء الله باذن الله احنا هنعرض فرص كتيره جايه ان شاء الله تتناسب مع مؤهلاتك ومهاراتك. في النهايه احب اشكر كل الناس اللي قدمت للفرصه، واحب اشكركم شكرا جزيلا لانكم وثقتم في قناه منح من كل الالوان وانكم جزء كبير من قناتنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.